أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ساعة من التواصل والتحاور معكم عبر الإنترنت وعبر الهاتف حول أحد الموضوعات المثارة على الساحة المحلية لنخرج بوجهات نظر مختلفة في همزة وصلة. بعد قليل أبدأ في طرح موضوع هذه الحلقة، ابقوا معي. أهلا بكم من جديد. انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة مؤخرا من مراجعة مشروع قانون بيت الزكاة والصدقات الذي أعده الأزهر الشريف ليكون وعاء لتحصيل الزكوات والصدقات من الأغنياء بما يعود بالنفع في النهاية على لصالح المواطنين ولصالح الوطن. هذا المشروع الذي بدأ كفكرة أو كمطلب ثم ما لبث أن تحول إلى كيان ملموس ربما نراه قريبا على أرض الواقع، يعتمد على أساس توحيد طرق جمع أموال الزكوات والصدقات في جهة واحدة، تزداد أموال الزكاة والصدقات من جانب القادرين. طرحنا هذا الموضوع في هذه الحلقة من همزة وصل، هل توافق على توحيد الجهات الرسمية للزكاة؟ بانتظار إجاباتكم على هذا التساؤل على حسابينا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر باسم همزة وصل إي جي. يمكنكم المشاركة الهاتفية معنا على رقم 1451، يمكنكم أيضا المشاركة بالصوت والصورة عبر تطبيق سكايب على الحساب ذاته همزة وصل إي جي. إذن مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير، وبعد مباشرة نبدأ أولى همزات وصلنا معكم حول موضوع هذه الحلقة. في إطار المشروع الذي أعدته مشيخة الأزهر الخاص ببيت الزكاة، انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بيت الزكاة والصدقات، حيث أوصى القسم بضرورة أخذ رأي وزارة المالية في المشروع نظرا لما يتضمنه من النص على الإعفاء من الضرائب والرسوم واعتباره التبرعات التي تقدم للبيت تكليفا على دخل المتبرع بما يزيد على 10%، وذلك كإجراء سابق على إصداره. جاء نص المشروع النهائي عقب مراجعته من مجلس الدولة مكونا من 21 مادة آخرها مادة الإصدار، وتنص المادة الأولى منه على إنشاء صندوق يسمى بيت الزكاة والصدقات، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات. أما المادة الثانية من المشروع فتضمن الأهداف التي يرنو إليها بيت الزكاة والصدقات، ومن بينها صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعا، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع. من جانبها وصفت وزارة الأوقاف مشروع بيت الزكاة والصدقات المصرية بأنه نقلة نوعية في مجال العمل الاجتماعي والتنموي والتوظيف الأمثل لأموال الزكاة والصدقات، وبخاصة في خدمة فقراء مصر والمناطق الأكثر فقرا واحتياجا. كان الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب قد اقترح مشروع القانون خلال لقائه ووفد من هيئة كبار العلماء بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالب بإعداده في صورته النهائية ورفعه إلى مجلس الوزراء. أهلا بكم من جديد ومشاهدينا. منذ طرح تساؤل هذه الحلقة على الفيسبوك أمس وصلتنا عدة تعليقات ومشاركات من عدد من المشاهدين، إذا نقترب منها بشكل أكبر ونسردها بالتفصيل مع زميلي رمضان المطعني في غرفة المتابعة الإلكترونية. رمضان، ماذا لديك من تعليقات وصلتك حتى الآن؟
نعم أحمد، أهلا بك وبالسادة المشاهدين. بالفعل وصلتنا العديد والعديد من المشاركات حول موضوع حلقة اليوم، ونبدأها مع أول متشارك هو معنا عويضة الذي كتب يقول: أولا تحياتي لقناة النيل وبرنامج همزة وسط وكل القائمين عليه، وتحياتي لشباب مصر الأوفياء، وتحياتي لجنود مصر البواسل، ونقدم خالص التعازي القلبية لجنودنا الشهداء الأبرار. أما بالنسبة للزكاة يجب أن تكون قاصرة على أفراد الشعب، لأنهم يعرفون جيدا من هو يستحق الصدقة، ويجب لا تعلم يسارنا ما تفعله يميننا، وننال الأجر والجزاء من الله تعالى، ونشكركم جميعا. أما ناصر حجازي كتب يقول: ننتظر ولادة بيت الزكاة والصدقات المصرية ليؤدي دوره في جميع أموال الزكاة والصدقات من المصريين، ليقوم بتوزيعها على من يستحقون وفقا لمصارفها الشرعية، ويتولى إدارته والإشراف على جميع وإنفاق أموال نخبة منتقاة من العلماء المتخصصين وأهل الثقة من مؤسسة الأزهر الشريف. لذلك سيكون محل ثقة بدلا من بعض تلك الجمعيات التي تقوم بجمع الزكاة وإنفاقها على بعض الأعمال المشبوهة وبدون رقابة على أعمالها. وكل الشكر والتقدير لقناة النيل. إحنا كمان بنشكرك ناصر. أما أحمد عمران الذي كتب يقول: طبعا وبالفعل أن يكون في كل جهة حكومية مؤسسة زكاة. أما حمدي أحمد كتب يقول: يا ريت والله يتعمل بيت للزكاة في كل محافظة بدل الجمعيات الخيرية اللي مش عارفين الناس اللي قائمين عليها ذات أمانة ولا لا. أما محمد فتحي كتب يقول: دي حاجة حلوة طبعا، خصوصا إن هي هتبقى كمركز لتجميع أموال الفقراء والمساكين، لأن إحنا دلوقتي بنلاقي مليون جمعية خيرية للزكاة ومحتارين ومش عارفين نعمل إيه، ومش عارفين الجمعيات دي حقيقية ولا لا. أما محمد العريشي الذي كتب يقول: أتوجه بالتعازي للشعب المصري في استشهاد الجنود في الفرافرة، وأنتظر من الدولة أن تكشر عن أنيابها، كفانا تراخي. أما بالنسبة للزكاة، أنا أرى أن يعطي كل شخص زكاته بيده للمحتاج من جيرانه وأبناء بلدته أو منطقته. وشكرا لأسرة البرنامج، بنشكرك كمان محمد. أما أحمد الطيب كتب يقول: والله أنا شايف أن مشروع مثل هذا لا يصلح في مصر. أما أحمد راضي كتب: أنا شايف مش لازم نضيف عبء على الدولة، وإن بيت الزكاة ده يكون للأغنياء اللي ممكن يدفعوا مبالغ كبيرة، فتتوزع بمعرفة الجهة المختصة مع تشديد الرقابة ودقة التأكد من الحالة. لكن الزكاة والصدقة البسيطة العادية اللي بيقدمها المواطن الفقير دي هو بيديها بنفسه، لأن هو عارف الأشد حاجة ليها وهيوصلها كمان بسرعة. أما وليد عيسى كتب يقول: لا طبعا مش موافق، لأن استحالة بيت الزكاة ده هيبقى عنده علم بالأشخاص المستحقة للزكاة. أما عيد الغول كتب يقول: طبعا ده غلط، في ناس كتير وأشخاص بيحتاجوا الزكاة دي، والناس العاديين هم اللي بيعرفوهم مش أي جهة تانية، وربنا يقدر كل الناس يا رب على فعل الخير في رمضان وغير رمضان. أما حكيم المصري الذي كتب يقول: أيوة بس المهم الإيد الأمينة اللي مشرفة على المشروع. أما رضا الجريدي الذي كتب يقول: أكيد طبعا، لأن في ناس كتير استغلت الموضوع ده استغلال سيء، ووجهت الزكاة والصدقات ودور الأيتام إلى أغراض سياسية لصالح الجهات التي ينتمون إليها. كان أحمد رضا الجريدي آخر التعليقات التي معنا أولا في تلك الفقرة، وإليك زميل أحمد لاستكمال الحلقة. شكرا لك رمضان المطعاني، وشكرا للمشاهدين الذين يتواصلون معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في انتظار المزيد من إجاباتكم لعرضها على مدى هذه الحلقة. إذا الآن همزة وصل أخرى عن طريق الهاتف مع عدد من المتخصصين: الدكتور عبد العزيز النجار من مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ خالد ميري مدير تحرير جريدة الأخبار، الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى الاقتصادي المصري. أسأل أولا الدكتور عبد العزيز النجار. دكتور عبد العزيز، يعني ما هو رأي الدين في مسألة توحيد الجهات التي تحصل أموال الزكاة من خلال تفعيل يعني هذه الجهة كجهة محصلة للزكاة، وتفعيل دور الزكاة أيضا في المجتمع؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نعم.
يعني أشكرك وأشكر القائمين على البرنامج لمناقشة هذا الأمر الذي يعني أخذ سجالا ويعني تحدث عنه الكثيرون في الفترة السابقة. نقول بداية نحن في احتياج إلى هذا الأمر خاصة في هذه الأيام التي يعني ظهرت على الساحة جماعات تتلقى هذه الأموال وتقوم بتوجيهها إلى يعني أغراض معينة أو إلى أشخاص ينتمون إلى فكر معين أو إلى جماعات معينة. كل هذا الأمر جعلنا نفكر الآن وجعل القائمون على أمرنا أن يفكروا في إنشاء بيت الزكاة يجمع كل الزكوات، وهذا أمر طيب. يعني أن احنا نلغي كل الناس التي تعمل في المجتمع المدني من خلال لجان الزكاة ومن خلال الجمعيات، ولكن ينبغي تجمعهم تحت ريادة وتحت قيادة واحدة، وأن يكون هناك ذات واحدة تجمع كل هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية ولجان الزكاة على مستوى الجمهورية، بحيث ينضبط الداخل والخارج، يكون هناك يعني سيستم منضبط، بحيث لو أن هناك في أقصى مصر من يتقاضى من هذه الجمعية لو جنيه يبان على السيستم، أو من يتبرع يبان على السيستم، وبالتالي نقدر نعرف من خلال لجان الزكاة ما الذي دخل إلى هذه الصناديق وما الذي خرج منها، وأن يكون لها لوائح ولها تنظيمات، ويكون يعني يكون الأمر منضبط وليس أمرا عشوائي. الأمر الثاني أن هذه الأموال أين ستذهب؟ هل ستذهب إلى الاستثمار سنستثمر أموال الزكاة، أم ستقوم هذه الصناديق وهذه اللجان بجمع الأموال من الفقراء من الأغنياء وإعادة توزيعها على المصارف المعتبرة والموجودة في القرآن الثمانية، أم أنها ستأخذ هذه الأموال وتضعها في صناديق خاصة وتقوم باستثمارها ومن خلال الاستثمار تنفق على الفقراء والمساكين؟ إذا كانت الأولى أنها ستقوم، إذا هذا هو دورها، ستقوم بجمع الأموال من الأغنياء وإعادة توزيعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين وفق آليات يتم الاتفاق عليها، فلا بأس، هذا الأمر شرعا لا شيء فيه. أما إذا كنا سنأخذ هذه الأموال مثل ما حدث في أموال المعاشات والصناديق الخاصة وغيرها ونوجهها إلى أوعية استثمارية وإلى أوعية ذكرية أو إلى مشروعات استثمارية، فهذا لا يجوز شرعا، لأنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة متى وجد مستحقيها، ولا يجوز ادخارها متى وجد طالبها. طيب النقطة الثالثة، لا ما انا حضرتك اتكلمت عن نقطتين بس، اللي هي النقطة التي تخص الاستثمار الأموال، النقطة الأولى نحن هنجمعها ونوزعها، النقطة الثانية الاستثمار هذه الأموال قلنا لا يجوز، إنما يجوز جمع هذه الأموال وإعطائها لمستحقيها. طيب عايزين برضه تجميع، لازم زي ما قلنا برضه لازم تجمع داتا، تجمع جميع من يعمل في العالم. ايوه بالظبط، حضرتك ذكرت هذه النقطه بالفعل. شكرا لك دكتور عبد العزيز النجار، خليك معي من فضلك على الهاتف لبعض الوقت، ربما اعود اليك. الاستاذ خالد ميري مدير تحرير جريده الاخبار. استاذ خالد، الرقابه على بيت الزكاه والصدقات كيف تراها؟ يعني البعض بيؤيد فكره انها تكون رقابه شعبيه، البعض بيرى ان يجب أن تكون هيئة مستقلة تحت إشراف الأزهر، ما هي رؤيتك إذن لذلك؟ على الإطلاق طبعا الرقابة الشعبية أمر مطلوب وأمر محمود، لكنها لا تكفي على الإطلاق، الرقابة الشعبية لا تكفي على الإطلاق. يعني عندما نتحدث عن جهاز يتولى المراقبة على أمر مهم مثل أموال الزكاة وصندوق الزكاة، أعتقد أن احنا بنحتاج بالفعل إلى جهاز مستقل يتم اختياره من كفاءات متنوعة تغطي كل الاختصاصات التي من مهمتها مراقبة الأموال الداخلة، مراقبة الأموال الخارجية. يعني نحتاج إلى متخصصين في المحاسبات، نحتاج إلى متخصصين في الرقابة الإدارية، نحتاج إلى متخصصين في أعمال المال وأعمال البنوك والأعمال الاقتصادية. يعني نحتاج إلى جهاز مستقل يضم مجموعة من الكفاءات في كل الاختصاصات حتى يمكن أن نقوم برقابة فعالة على هذه الأموال، حتى نضمن أنها بالفعل يتم توجيهها الى اعمال الخير المفترض ان تتوجه اليها، ولا يتم تسربها الى اي اعمال اخرى.
نعم، شكرا لك الأستاذ خالد ميري، وابقى معنا على الهاتف لبعض الوقت من فضلك. الدكتور رشاد عبدو رئيس المنتدى الاقتصادي المصري. دكتور رشاد، يعني حضرتك كان لك تصريحات مسبقة عن ضرورة الاستفادة من أموال الزكوات بطرق غير تقليدية لتفعيل يعني نفعها أو دورها في خدمة المجتمع. إيه هي الطرق الغير تقليدية اللي حضرتك كنت تقصدها؟ بداية بحيي ضيفك الكريمين وحيي حضرتك، شكرا يا فندم، كل سنة طيبين ودايما طيبين. وانت طيب. إنما لازم نقول الآتي، الفكرة ليست جديدة، الفكرة دي بقى عشرات السنوات، وقبل 25 يناير كان شيخ الأزهر والمفتي وعمل لقاء، وجيت عندكم في التلفزيون المفتي واتكلمنا في المسألة دي، قلت له التحفظ الوحيد لو جمعت الأموال دي كلها وقال إن ده شرعا قانونا ودينيا يمكن استثمارها في مشروعات تدير تشغل ولادنا وتدير عائد على المجتمع، والعائد ده اقدر اخدم بيه على قضيه الفقراء والمحتاجين ووي. السؤال مش دوت، السؤال طيب قلت له مين اللي هيدير هذه الاموال؟ لازم يكون جهه متخصصه فاهمه يعني ايه دراسات جدوى اذا كنت في جوار الاستثمار. يعني ايه تقييم مشروعات استثماريه؟ يعني ايه بدائل اقتصاديه ممكن مختلفه والكلام ده كله؟ قال هنشكل لجنه حكوميه. قلت له متشكرين، فقدت المصداقيه. السؤال، هل بالفعل الأموال هتجمع ممكن تبقى كبيرة؟ نعم، ممكن تصل 4 و5 مليار. لكن هذه الأموال هتتوجه إزاي؟ هل فعلا هتبقى للفقراء؟ هل هتبقى فعلا لمشروعات؟ هل هتبقى للجمعيات التطوعية والخيرية، السرطان والقلب و و و وإذا كنا مدركين وعارفين أن جمعيات والفقر أعلى كثيرا من الأموال المجمعة، فمش هنقدر نلغي احتياجات الناس، إنما هندي جزء منها. فكل ما بفتت هذه الأموال كل ما المسألة هتتجزأ. هو السؤال الأساسي، الأزهر بيفكر إزاي؟ بيفكر يستثمر هذه الأموال إزاي؟ هل هتبقى أجزاء على الجمعيات والفقراء اللي مش هيقدروا يوصلوا لهم؟ ليه؟ لأن الجمعيات التطوعية منغمسة في الريف وفي الصعيد المصري، وعارفة الفقراء وعارفة الفقر. يعني لما تيجي جمعية تقول والله أنا بقولكش كتير، ده احنا بنعمل فكرة الشتاء داخل والناس بتعاني، من فضلك اتبرع ب 46 جنيه للبطانية، هات 460 جنيه نجيب 10 بطاطين للناس دول. دي فكرة بسيطة جدا، أنا وأنت وغيري وغيرك حتى من غير القادرين قوي نقدر ندفع 460 جنيه دول، وبالتالي الناس دي تقدر توصل للصعيد وللريف والفقراء في كل مكان. الأزهر ما يقدرش يوصل لأنه ما عندوش الشبكة القوية قوي اللي تقدر توصل، خاصة إنه بيفكر إزاي؟ ان اذا كان في اي حد فقير يتقدم لنا بطلب وندرسه ونشوف نديله ايه وما نديلوش ايه. المساله دي احنا مش شؤون اجتماعيه، وعايزه جهاز كبير جدا جدا. طب يعني جدا حضرتك جدا بتقصد ان يبقى في مرونه، يبقى في استفاده من الجهات اللي عارفه مكان الفقراء بالاسماء وعارفه ازاي تساعدهم وايه نوعيه المساعده اللي هم بيحتاجوها في وقت معين يعني. وبقول كمان ان انا النهارده ليس فرضا عليا ان ندفع كل زكاتي لهذه الجهه الواحده، انما يمكن تجزئتها، ممكن ادي النص لهذا البيت او الربع، والباقي بقى انا برضو ان انا ادي لبعض الفقراء اللي كرامتهم ما بتقباش عليهم ان هو يمد ايده او يطلب المساعده. ولاننا عارف الفقراء اللي ممكن يكونوا في الحي بتاعي او في احياء اخر ممكن اساعد في هذه المساله. وجزء تاني ليه جمعيات بتقوم بدور انساني، الدوله غير قادره على تلبيه احتياجاتها من المعدات والاجهزه الطبيه اللي بتشترى من الخارج بتكلفه عاليه جدا، وبالتالي هنا ممكن المواطن يبقى عنده حريه الاختيار بين انه يدي كل فلوسه لهذا البيت او جزء منها او لا جزء، وبالتالي الخيار هيبقى قائم، ودي افضل الاشكال. ثم بعد كده الشفافيه تقول لنا الازهر هيعمل ايه بالاموال المجمعه وكيف يمكن توجيهها وما هي افضل الاساليب وما هي افضل السبل، وان كانت جزء منها ستوجه الى الاستثمارات لازم يقول لنا مين مجلس الاداره او مجلس الامناء اللي هيدير، اللي لازم يتوفر فيه خبرات عاليه في اداره شؤون الاموال الاقتصاديه واختيار البدائل الاقتصاديه ودراسه الجدوى الاقتصاديه وتقييم للمشروعات والجدوى الاقتصاديه الابلغ. شكرا لك دكتور رشاد، وخليك معنا من فضلك على الهاتف، هنرجع لك بعد قليل. اعود من جديد للدكتور عبد العزيز النجار. دكتور عبد العزيز، حضرتك سمعت اللي ذكره دكتور رشاد من مطالبات وملاحظات على هذا المشروع، هل ليك رد على ما طرحه دكتور رشاد عبده؟ بالتاكيد يعني انا اؤيده في كل مقال، ولكن لو سمح لي
أن أفرق بين الزكاة ومصادرها وبين الصدقات. فالزكاة لم يثبت في تاريخ الدولة الإسلامية أنه تم استثمارها. حتى سيدنا عمر بن عبد العزيز لما ما لقاش حد ياخد الزكاة اجتهد وفتح لها مصادر جديدة لكن لم يستثمر أموال الزكاة. ولكن النقطة التي يعني أريد أن ألفت لها الأنظار أن ليس في المال 2.5% فقط، ده 2.5% أقل حقوق المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا سعد الثلث والثلث كثير، يعني ممكن أتصدق من مالي لعندي 33% أو 30%، إنما الزكاة 2.5%. استثمارها وتشغيل الشباب، أنا لما باخد من الغني ال 2.5% ما هو بيستثمر ماله أوريدي وبيشغل الشباب وبيفتح مجالات عشان يدفع لي الزكاة وعشان يدفع لي ال 2.5%. إذا ال 2.5% ينبغي أن نتفق على طرق التوزيع اللي قال عليها الدكتور رشاد، وأن يتم الاستعانة بكل الجمعيات وبكل المؤسسات الخيرية وأن تنظم أعمالها وتكون تحت الرقابة والإشراف الشعبي والمؤسسات الدينية. طبعا هذا أمر متفقين عليه، لأن الأمور لو دخلت في النطاق الحكومي خلاص هيبقى زيها زي مؤسسات كثيرة وسيكتب لها الفشل، ويبقى العمل عمل روتيني وليس عمل تصوري. إذا الصناديق التي نريد أن نستثمرها إن إحنا نشجع الناس على 33% اللي ربنا قال عنهم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا الحق هو الذي نطالب به، وينبغي نعمل به مشروعات لا بأس، نعمل به مصانع لا بأس، لأن لو أنا جبت أموال الزكاة وعملت مشروع وفشل المشروع، من الذي يتحمل ضياع هذه؟ طب يعني من كلام حضرتك يا دكتور عبد العزيز انه التفرقه ما بين اموال الزكاه والصدقات ده هيتم تفعيله في بيت الزكاه والصدقات، انه هيكون في قسم للزكاه وقسم للصدقات، وهذه الاموال ليها مصارف او مستحقين، والصدقات ايضا ليها مستحقيها. ده احنا بنقترح عليهم، انا يعني احنا وحضرتك والدكتور رشاد وكلنا بنقدم افكار، ممكن تكون هذه الافكار نافعه، ممكن يستعين بها البعض، ممكن نجد عند غيرنا افكار افضل ما عندنا. يعني احنا كلنا في ميدان التحاور، وكل يعني لسه ما وصلناش للشكل النهائي او هيكون طريقه توزيع الاموال ازاي او تخصيص الزكاه والصدقات ازاي يعني. طيب شكرا ليك دكتور عبد العزيز النجار على مشاركتك لينا في الأستاذ خالد ميري مدير تحرير جريدة الأخبار. أستاذ خالد، رؤيتك لما ذكره الدكتور رشاد وأيضا الدكتور عبد العزيز من التعاون ما بين بيت الزكاة والصدقات وبين الجمعيات الأهلية. احنا عندنا تقريبا أكثر من 40,000 جمعية أهلية وخيرية خاصة وحكومية في مصر، إزاي يبقوا على تواصل مع بيت الزكاة والصدقات من غير ما نقضي على دورهم الخيري والخدمي والأهلي في خدمة الفقراء، وأيضا من غير ما نجعلهم هم في موضع شبهة من خلال الأموال اللي بياخدوها من المواطنين؟ أنا أعتقد أنه عندما تحدث عن الجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية والجمعيات العمل الاجتماعي والعمل الأهلي أمر مطلوب جدا ويجب تشجيعه، لكن عندما تحدث عن بيت الزكاة أو بيت الصدقة أعتقد أنه يجب أن يتحول إلى منبع رئيسي أو هرم رئيسي يتم تركيز معظم العمل فيه. قطعا نشجع استثمار الجمعيات المتواجدة حاليا، لكن في النهاية بيت الزكاة أو بيت الصدقة يجب أن يكون هو الجامعة الرئيسية التي تجمع كل هذه الجمعيات. أي جمعية لا تنطوي تحت لوائه يجب أن يكون هناك خطوط مفتوحة للتواصل قطعا وللتعاون بينها وبين بيت الزكاة أو بيت الصدقة، لأنه في النهاية الجمعيات الموجودة الآن والتي تعمل في ساحة العمل الأهلي بالفعل قطعا لديها قاعدة بيانات كاملة أو قاعدة بيانات كبيرة عن المحتاجين في مصر من أقصى الصعيد إلى أقصى الوجه البحري، لديهم قاعدة بيانات كبيرة عن الفقر، لديهم إحصاءات مختلفة نحتاجها حتى يبدأ بيت الزكاة وبيت الصدقة. طيب ويؤدي دوره يعني بشكل مطلوب. نعم. نحتاج إلى هذه المعلومات وإلى هذا الجهد من الجمعيات الأهلية. حضرتك شايف أن هيبقى في استجابة من هذه الجمعيات بأنها تنطوي كلها تحت لواء أو تحت مظلة بيت الزكاة وصدقات، أم أن الموضوع يجب أن يكون مقنن بشكل إجباري يعني؟ لا أعتقد أنه يجب أن يكون بشكل تطوعي، لا نحتاج إلى تقنين إجباري. يعني من يريد
في النهاية بيت الزكاة وبيت الصدقة أعتقد أنه دوره سيغطي على عمل هذه الجهات جميعا، لكن في النهاية الجمعيات ستستمر، من يريد أن ينطوي تحت لواء البيت يدخل، من يريد أن يظل مستقل يظل مستقل، وتكون هناك خطوط تواصل أشكرك ومستمرة مع بيت الزكاة. أشكرك الأستاذ خالد ميري على مشاركتك لينا، وأسأل الدكتور رشاد عبدو. دكتور رشاد، دور خبراء الاقتصاد في مساعدة القائمين على بيت الزكاة والصدقات من خلال الاستشارات الاقتصادية أو طرق توجيه هذه الأموال بشكل يعني إيجابي، شايفه المفترض أنه يكون عامل إزاي؟ بداية هرجع أقول بس حاجة صغيرة، هقول يا شيخ عبدالعزيز يا دكتور عبدالعزيز، الدولة الإسلامية لما نشأت كانت بتاخد الزكاة وتحطها في بيت المال وتصرفه مش على الفقراء، تصرفه على المجتمع، وبالتالي هنا كان لها دور أقرب إلى الاستثمار، لكن لأن الحياة ما كانتش متقدمة وما كانش فيه المشروعات الاستثمارية و فما وظفهاش في هذا المجال. إنما سنة 1939 ابتدت تدرك الدولة ضرورة الفصل، فابتدى يبقى فيه لأول مرة يبقى فيه فكرة الضرائب، واخد الفلوس يبقى فيه ضرائب والزكاة بعيدا عن الضرائب، والدولة تصرف من خلال الضرائب المختلفة على المجتمع. هنا اللي بيحدث ايه؟ اللي بيحدث ان الدولة ما بقتش قادرة، في ظل ان الدولة بقى عندها عجز السنة دي 240 مليار والسنة فات 293 مليار، كل سنة فيه عجز في الموازنة، وبالتالي ميزانية الدولة الضعيفة ما بقتش تقدر تكفي احتياجات المجتمع، ما بقتش تقدر تصرف بشكل جيد على التعليم والصحة وهو، فنشأت فكرة المجتمع المدني اللي بيعمل جمعيات ما يقول يا أهل الخير من فضلكم صبوا زكاتكم عندنا، مش لازم تكون صدقة، من فضلكم صبوا زكاتكم عندنا عشان تمكنونا نقدر نعمل عمليات في السرطان والقلب والعين وبالتالي هنا ده نوع من الزكاة موجه إلى مشروعات، ولكنها مشروعات مرتبطة بالبعد سواء التعليمي أو الصحي، وده كان المفروض الدولة تقوم به، لكن نظرا أن إمكانياتها وإرادتها ضعيفة ما قدرتش تقوم به. التخوف الحقيقي أنه لو الفلوس دي كلها راحت لصندوق واحد واللي هو بيت الزكاة، وبيت الزكاة جزأ المسألة، الجمعيات دي ستحرم من موارد كبيرة، وبالتالي مش هتقوم بدورها الحقيقي في شفاء أعداد كبيرة جدا من الناس، هذه واحدة. سيحرم أعداد كبيرة من الفقراء اللي موجودين في كتير من المناطق واللي جنبينا وبنحاول نساعدهم، وكرامتهم زي ما قلنا بتقب عليهم ان هم يمدي ايده للآخرين، انما بنساعد بعض لان احنا مجتمع متحاب ولسه في بيننا رغم اللي بيحصل ده كله. إن طيب ما هو الموضوع يا دكتور رشاد، الموضوع اختياري زي ما ذكر الأستاذ خالد، يكون اختياري لكن الزكاة في حد ذاتها مش اختياري. ليه؟ في فرق بين وانا بدفع الزكاة انا بتعامل هنا مع ربنا واجب إلهي، لكن انا بدفع ضرائب الدولة هنا واجب تجاه المجتمع، وبالتالي انا ما بتهربش من الواجب تجاه ربنا، ممكن الناس تتهرب من الواجب تجاه المجتمع، ومن ثم المبالغ دي هتتجمع، انما تفتيتها وجزء منها يتوجه للاستثمار هيأثر على الدور الاجتماعي والانساني، وفي نفس الوقت الدور الاستثماري مهم جدا. ليه؟ لان لو عملت مشروعات بس اخترت مجلس ادارة صح او مجلس امرة صح ووجه الاموال دي صح هيجيب لي عوائد جيدة، لاني هوجه الفلوس الى هل المشروعات كثيفه استخدام راس المال ولا كثيفه العماله، هل المشروعات دي العائد بتاعها ايه، ايه اللي المجتمع محتاج له، وبالتالي العوائد دي هتديني ضمانه دائمه كامله لايرادات ونهر كامل متجدد من الموارد تكفي السنه دي والسنه الجايه والسنوات القادمه، وبالتالي ده شيء مهم جدا. المهم من يستطيع توظيف هذه الأموال. وصلت وجهة نظرك دكتور رشاد عبدو رئيس المنتدى الاقتصادي المصري، بشكرك على المشاركة معنا مرة تانية. مشاهدينا، إذا تواصلنا يمتد أيضا إلى الشارع المصري، دعونا نعرف إجابات المواطنين المصريين على تساؤل هذه الحلقة من همزة وصل، ونعود بعد لاستكمال تواصلنا معكم. هي لو في جهة رسمية أو جهة دينية كبيرة زي الأزهر هيشرف عليها أو وزارة الأوقاف تبقى شيء كويس وجميل، خصوصا أن في تبرعات بتتجمع في المساجد محدش بيعرف مصدرها أو محدش بيعرف هي بتروح فين، فديك ممكن تستخدم أو تستغل في حاجات تانية، فلو الأزهر هيشرف عليها أو وزارة الأوقاف يبقى شيء إيجابي يعني، خصوصا أنها ممكن توجه في مشاريع معينة تخدم الأطفال، تخدم أطفال الشوارع، توجه في مجالات زي مجالات التعليم أو الصحة، يبقى شيء إيجابي يعني. لازم توصل لحاجة لكل يد مواطن هو محتاجها، مش لأي حد، لأن في فلوس بتروح لناس مش محتاجها، فلازم الفلوس تروح في مكانها. أكيد طبعا،
عشان الزكاه عامه ديت حاجه لربنا، حاجه لله. النهارده انا بحط مثلا في مكان ما اضمنش المكان دوت هياخده لي ولا فين هيزكي على الناس والناس الفقراء، ما اضمنش. فبكون في جمعيه واحده، لا دي جمعيه مثلا هتاخد الحاجه ديت وتوزعها على خلق الله بما يرضي الله، عشان يبقى معروف الامكانيات اللي تحت ايدينا ايه، ومعروف نوظفها فين وازاي، عارفين هنصرف هنا قد كده، هنصرف هنا قد كده، ده محتاج ايه وده محتاج ايه. انا لما ادي مصرف واحد الزكاه هو هيشوف ايه المتطلبات الموجوده اللي هصرفها فيه، بدل ما انا اروح ادي سين وغير يدي سين وغير يدي سين، اصبح كلنا بندي في اتجاه واحد. انا عندي الزكاه 8 اشياء هو ادرى بيها، الغارمين والمحتاجين والمساكين ده كله الزكاه هو ادرى بيها، هو اللي يوزعها. فانا موافق ان هم يتحطوا في مكان معين يوزع فيه الزكاه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذا نتواصل من جديد مع عدد من المتخصصين والمعنيين بقضية هذه الحلقة. ينضم إلينا الآن الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أيضا الدكتور عبد الله زلطة أستاذ الإعلام، والأستاذ أيمن رزق من جمعية مصر المحروسة. دكتور هشام، يعني من الناحية الاقتصادية والاستثمارية، توحيد جهات تلقي أموال الزكاة والصدقات في جهة واحدة، كيف تقيمها من حيث النفع الاستثماري في خدمة المجتمع؟ من وجهة نظر الاقتصاد ومن وجهة نظر الاستثمار بالتأكيد قد يكون هذا أفضل، لأنه ده معناه رفع كفاءة الأداء، تقليل الاستفادة، تقليل الأعباء الإدارية، بالتأكيد ده هيكون أفضل. نعم. لكن نراعي أنه وإحنا بنتحدث عن زكاة المال أو صدقة الفطر، بالذات صدقة الفطر المستدنى تخلط بشكل معونات غذائية وما إلى ذلك، وبالتالي مش داخلة في سياق حديث. نحن نتحدث عن زكاة المال تخرج في شكل أموال فائلة. المفترض أنه بالتأكيد حينما توجه في إسلام أول حال نراه كل عام توجه للجهات التي تتعامل مع المرض والمرضى داخل المجتمع، بالتأكيد ده الأمر الثاني يدفع تكلفة أداء الخدمة الطبية. الأمر الثاني بالتأكيد ده أفضل المعاناة، أفضل نوع من أنواع العدالة الاجتماعية، تحقيق العدالة الاجتماعية بالشكل اللي القادر يساهم في تخفيف آلام الغير قادر وتوجيه جزء من أمواله للعلاج. بالتأكيد ده أمر مهم جدا، لكن المهم هو إن إحنا بين أمرين. الأمر الأول هو الدور اللي مستعد الدولة تقوم في إنشاء مزيد من المستشفيات وتجهيزها بالمعدات والمضافات وما إلى ذلك، والشق الثاني هو ما يجب جموع المصريين من خلال زكاة المال، من خلال ضخ في تكلفة العلاج ذاته وليس في بناء مزيد من المستشفيات. شكرا لك دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. دكتور عبد الله زلطة، أستاذ الإعلام، يعني بالتأكيد الإعلام ليه دور هام جدا في إنجاح هذا المشروع، مشروع بيت الزكاة والصدقات، لكن شايف المفروض الإعلام علشان يقدر يوصل الرسالة للناس بأهمية هذا المشروع أنه يلعب على وتر الدين زي ما بتشوف إعلانات دلوقتي للجمعيات الخيرية، ولا أنه يلعب على الدور الوطني المفروض ان احنا نقوم به في هذا التوقيت، باعتبار ان هذا المشروع في النهايه هيخدم الوطن، هيخدم الفقراء، وهيشغل عماله ويقضي على الفقر والبطاله؟ يعني انا رايي ان العمل الارتجالي دائما الفايده بتاعته تكون ضعيفه. نعم. انا اؤمن بالتخطيط في كل المجالات ومن بينها مجال العمل الاعلامي. اتصور ان يكون هناك تخطيط بين الازهر الشريف ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأيضا بالقنوات الخاصة القومية والحكومية والخاصة، الإعلام المصري بمختلف أنواعه. إحنا لما بنتكلم على الزكاة، الزكاة الفطر هي جزء بسيط جدا من، يعني هي صح فريضة أساسية، لكن هي عائدها مش كبير جدا بالنسبة لزكاة المال. وبالتالي أنا في أمس حاجة إن بيكون لما نعمل خاص في الزكاة، العائد الأساسي بتاعه أو المنفذ الأساسي هو يكون زكاة المال. احنا عندنا في رجال أعمال وفي ناس ميسورين ربنا يزيدهم
يعني طبعا كما هو الحال في بعض دول الخليج بيكون لهم مصارف خاصه بالزكاه، وبعض الناس يعني بيسعوا الى ان هم يطلعوا فعلا زكاه المال في بطريقه سليمه طريقه شرعيه. فانا في امس الحاجه ان يكون هناك، بكرر ثاني، ان يكون هناك تخطيط بين الازهر الشريف ودار الافتاء ومجلس البحوث الاسلاميه وجميع وسائل الاعلام لوضع خطه اعلاميه سليمه للتوعيه الخاصه بمصارف الزكاه. ليس فقط، ليست عمليه موسميه، ما اجيش انا في رمضان واقعد اركز واقول الزكاه يا جماعه كذا كذا، لا، انا ممكن انا يبقى في خطه مثلا على مدار العام لها منهج، فيها اساتذه من حركه الازهر ومن المهتمين بالاعلام الاسلامي وايضا من الاعلاميين الممتهنين او المحترفين في مجال الاعلام في جميع وسائل الاعلام اللي يقدروا هم يساهموا كمتطوعين في هذا المجال. انت عايز واحد يقول لك اخد كام لما شارك الاعلاميه دي وهتديني كام والكلام ده كله؟ احنا كلنا بنعمل عمل خير، لان موضوع الزكاه ده عمل خير بالدرجه الاولى. شكرا ليك دكتور عبد الله، اشكرك أشكرك على المشاركة دكتور عبد الله زلطة أستاذ الإعلام، الأستاذ أيمن رزق مسؤول العلاقات الخارجية بجمعية مصر المحروسة. أستاذ أيمن، يعني من خلال موقعك في أحد الجمعيات، أحد الجمعيات الخيرية، شايف توحيد جهات واحدة هل حيقلل من دور الجمعيات الخيرية والأهلية في مصر، ولا ممكن يساعدهم من خلال أنه يكون في مظلة كبيرة هم بينطووا تحتها وبيكون هناك رقابة على أدائهم أو توجيه لدورهم أو مساعدة ليهم في أي وقت؟ لا، الحقيقة ده اقتراح رائع جدا ويستحق التنفيذ ويستحق ان احنا نهتم بيه. لكن انا عايز اضيف بس نقطه صغيره جدا، ان بالاضافه الى تكوين لجنه من الازهر ومن دار الافتاء ومن الاعلاميين، يجب ان احنا حتى الناس اللي هم زي ما بيقولوا ايديهم في الموضوع، يعني ملامسين تماما لفئات المجتمع التي تحتاج والتي تستحق الزكاه وما الى ذلك، يجب ان يكون هناك نصيب لمشاركه الجمعيات الاهليه في هذه اللجان لوضع الخطط وللمشاركة، لأن الجمعيات الأهلية معنية بجزء كبير جدا من سد الحاجات التي لا تستطيع الجهات التنفيذية سددها نتيجة للظروف اللي احنا فيها طبعا. فبالتالي يجب أن يشارك أصحاب الهم الأكبر في هذا الموضوع وهم الجمعيات الأهلية في هذه اللجان. وأنا أرى أن توحيد الجهات التي تتلقى الزكاة شيء رائع يثمن الجهود، ويحتاج منا أن نتعلم كيف نعمل جميعا كفريق لتحقيق هدف. بالتأكيد، شكرا لك. شكرا أستاذ أيمن رزق مسؤول العلاقات الخارجية بجمعية مصر المحروسة. إذن دعونا نلقي نظرة سريعة وأخيرة على أحدث ما وصلنا من تعليقاتكم مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي. أذهب من جديد إلى رمضان في غرفة المتابعة الإلكترونية. نعم أحمد، لازالت ردود الأفعال تتوالى على حلقة اليوم، ومعنا عصام هداية الذي كتب يقول: الزكاة يجب أن تدار بأيدي أمينة وتعلن عن إدارتها، ويتم تحديد جهات الصرف، ومن حق الفرد اختيار أوجه الزكاة. ووافق على رأي الدكتور رشاد، ويجب متابعة التبرعات السابقة ل30/6 وتوضيح مصير التبرعات. أما حامد فاروق الذي كتب يقول: أيوة موافق وتحيا مصر. أما علاء عنبر الذي كتب يقول: بالفعل أوافق على توحيد الجهات الرسمية للزكاة كبيت للزكاة والصدقات، ولذلك لأن بعض المنتفعين الذين يظهرون كل عام في شهر رمضان ويعتبرونها سبوبة لهم، وبالتالي ينخدع الناس في مصرف واحد للزكاة يتم تجميع الأموال فيه حتى يتم حصر المستحقين فعلا، ولا مانع في استخدام هذه الأموال في إنشاء مصانع تخلق فرص عمل للشباب العاطل. وفي هذه الحالة نقول إن الزكاة فعلا قد أتت ثمارها. أما قاسم عبد الله عبد السلام كتب يقول: أنا أوافق بحزم وانحياز إلى قرارات مشيخة الأزهر وهذه الزكاة، وفي أمن وأمان وتصل إلى مستحقها. أما أكرم علي الذي كتب يقول: مؤسسة الزكاة هي المسؤولة عن هذا. وأنور وحازم أنور كتب يقول: نعم، توحيد الجهات الرسمية للزكاة يساعد في إيصالها إلى الفقراء بشكل ممنهج ومنظم وعادل. كان أحمد
حازم أنور آخر التعليقات التي آتت إلينا إلى موضوع حلقة اليوم، وإليك زميلي أحمد. شكرا لك رمضان المطعاني، وشكرا لكل من تواصلوا معنا اليوم بأرائهم وتعليقاتهم حول موضوع هذه الحلقة. وإذا أطرح موضوع حلقة الغد قبل ختام هذه الحلقة، كيف ترى خطط الحكومة للتعامل مع قضية البطالة؟ بانتظار إجاباتكم وتواصلكم معنا على همزة وصل إيجي على الفيسبوك وتويتر، وسنعرض تعليقاتكم في حلقة الغد. انتظرونا، إلى اللقاء.